استقرت أسعار الذهب بعد أن ساد الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطية الفيدرالية الأسبوع المقبل، والذي يحظى باهتمام كبير بحثا عن إشارات حول تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة. ولم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في المعاملة الفورية والتي بلغت 1663 دولار للأونصة. وأدى الرفع الحاد من قبل البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ شهر مارس الماضي إلى انخفاض الذهب ب 9% هذا العام، لأنه زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا مع تعزيز الدولار في الوقت نفسه.